بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية فيصل البار مستشار بمقاطعة فاس المدينة ورئيس لجنة السياحة من مقاطعة فاس المدينة. تقدمت بطلب لسيد الرئيس لرئاسة لجنة ديال السياحة، وصدقوا صوتوا عليا الناس المستشارين باش للرئاسة ديال لجنة السياحة، ودرنا اجتماعات من اول الاجتماعات اللي هي ديال لجنة ديال السياحة. درنا ديال المشروع ديال منازل جاهزة للكراء، مشروع المنازل الجاهزة للكراء اللي هي فيها مشكل مطروح على مدينة فاس، اللي هي القانون ديال 80/2014 اللي مازال ما صدروش النصوص ديالهم، ودوزناهم الى مع درنا اجتماع واحد اخر مع السيد المندوب ديال السياحه، اللي هو قال لنا باش ننتظروا حتى النصوص القانونيه تصدر، وعاد ديك الساعات نبتوا في نديروا التصنيف ديال المنازل الجاهزه للكراء وما بين شقق مفروشه وما بين الرياضات اللي هما دار الضيافه. وبالتالي من بعد درنا الاجتماع اخر بالنسبه اللي هو الامن لمدينه فاس، واللي هو حضر معنا فيه السيد رئيس الشرطه السياحيه، واللي تم بنجاح والحمد لله، اللهم لك الحمد. وعندنا اللي هو دابا جبنا واحد المشروع اللي هو غادي نحاولوا باش نجيبوا السياحه الرياضيه، اللي هي السياحه الرياضيه اللي هي لي غولفور اللي عندنا جوج ديال لي غولف هما مستفيدينش بهم في السياحه الخارجيه بمدينه فاس. فاذا به دابا راه حنا قايمين بواحد المشروع في اللجنه ديال السياحه اللي غادي نستضيفوا ان شاء الله رؤساء الجمعيات ديال الولايات المتحده وديال اسبانيا، رؤساء ديال لي غولفور ديال اسبانيا، وغادي نستضيفهم ان شاء الله هنايا. وعاوتاني ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاولوا باش نشوفوا في الساحه ديال بوجلود اللي هي بغينا نردوها ساحه تقليديه باسكو كتجيب واحد السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، سورتو ما نساوش السياحه الداخليه هي اللي كتعطينا واحد لا كونتينياسيون باش نجيبوا السياحه الخارجيه. فاذا به اذا كانت السياحه الداخليه مزيانه تكون السياحه الخارجيه مزيانه، وكاين مشاريع واحد اخرين ان شاء الله اللي هما جايين مع المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرحمن الرحيم. شكرا.